السيدة أم أحمد من الشرقية، تتفضل. أيوة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جوزي متوفي عن 2015. نعم، الله يرحمه. الله يرحمنا ويرحم الجميع يا رب. الميراث بتاعه فرقت على الأولاد، حتى اللي طلع لي اديته لأولاده، يعني طيب. النصيب أنا وزعته على أولادي. أولاده يعني أولاد أولادك أنت كمان؟ أولادي يعني. طيب. ووزعته على أولادي. طيب. أما اللي جيت ميراثي من أهلي برضو جبته واديته ليهم. طيب. طلعت على المعاش وخدت مكافأة نهاية الخدمة في بنتين كفف يتامى، فأنا تبرعت لهم بالمبلغ ده على أساس أنا كنت عايزة أطلع بيه عمرة. أولادي زعلوا مني إن أنا طلعت لهم المبلغ وقلوا لا إحنا لازم. أولادك التانيين؟ لا، هم أولادي، أنا ماليش أولاد إلا غير هم دولي بس، يعني من جوزي. هم زعلوا من إيه بقى؟ ها؟ زعلوا من ايه؟ ما انت اديت لهم حتى الفلوس. زعلوا ان انا لما طلعت معاش خدت مكافاه نهايه الخدمه واديتها لبنات اختي يتامى وكده، وواحده كفيفه والتانيه بتتجهز في الكليه وكده وبتتجهز. طيب انت عايزه تسالي على هم ليهم حق في زعلهم ولا؟ ان انا شلت وزر على انني ما اديتهمش من مكافاه نهايه الخدمه، ولا انا كده يعني في ايه؟ انت بتصعب المساله عليهم قوي. لا، ازاي يبقى عندك وزر؟ ما على المحسنين من سبيل. انت ما عليكيش اي وزر يا حاجه ام احمد، بالعكس انت صاحبة فضل، تدي لهم اللي تديه لهم وتصرفي في مالك زي ما انت عايزه، ومحدش اوعى حد يستدل عليكي بان الاقربون اولى بالمعروف. ليه؟ طيب ما انت عملت فيهم معروف واديت لهم ورثك، واديت لهم ورثك الاولاني، وبعدين اديت لهم ورثك الثاني اللي ورثتيه من اهلك. مش من حقهم ان هم ياخدوا يطالبوا باي مال، لك ان تتصرفي في مالك كيف شئتي. طب وهو احنا محتاجين تدي لاولاد اختها واحنا محتاجين؟ هي كل الحكايه ومش من حقهم ان هم يبصوا لفلوسك اصلا. انت كامله الاهليه وعندك الملك تام لهذا المال تتصرفي فيه، ولكن ان انت تفعلي دوت عشان يبقى صدقه ليكي في حياتك، وهتبقى مشكله لو كانوا هم متجوزين وكمان بيبصوا يكلموا ازواجهم، او اذا كانوا هم رجال وعندهم كسب يروحوا يكتسبوا، ما لهمش دعوه بمال امهم. الأم إذا أعطت أو لم تعطي ما اسمهاش بقى منعت، إذا لم تعطي فهي حرة. بالعكس ندعو لها إن هي تكون دايما من أهل الخير، فما فيش الكلام دوت ولا يجوز ولا يصح. وليس عليك إثم، بالأم عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا ينظروا إلى مالك، لأن أنت صاحبة ذمة مالية مستقلة، لك أن تتصرفي في مالك كيف ما شئتي.